رحب بحضراتكم في آخر فقرة معانا، وأكيد هتبقى فقرة خاصة بالرياضة وكرة القدم، والحديث هيطول للحديث عن النادي الأهلي، كل بقى ما يحمله طبعا النادي الأهلي من ملفات. وطبعا احنا في فترة توقف دلوقتي، لكن موسم الجديد خلاص قرب، وعايزين نبدأه بشكل مختلف تماما عن الموسم اللي فات. شكل مختلف تماما عن الموسم اللي فات. كابتن عادل طعيمة منورنا، صباح الفل. صباح النور. تتفق معانا بقى ولا لا؟ احنا دايما متفقين مع بعض. انت فاكره كروش و واللي قبله يعني وسوارش برضه. وسوارش صحيح. صباح الفل على حضرتك ومنورنا كالعاده. نورك ربنا يكرمك. وتعالى بعد اذن حضرتك نبتدي بالتفصيله، لان هواند يعني كانت بتتكلم فيها ازاي نوصل لمرحله ان احنا ان شاء الله مع البدايه الجديده للموسم الجديد فعلا تكون بدايه مختلفه تماما عن اللي شفناه تحديدا في الجزء الاخير او الفتره الاخيره من الموسم الماضي اللي لسه خلصان. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه لازم نبقى عارفين ان احنا بقى لنا 3 مواسم متلاحمين، فدي ما بتحصلش في اي حته في العالم طبعا. واحنا بنشوف محمد صلاح لما بيجي مصر وبعدين بيطلع الغردقه او الشرم، بيبقى الناس يقول لك ايه ده ايه الدلع ده. ده مش دلع، ده بالامر طبعا. انت بتاخد الشهر ده علشان جسمك طبعا. علشان جسمك البدني والرئتين والجهاز العصبي بتاعك ياخد الجرعه من الراحه، بحيث انك انت تقدر تخش على احمال وعلى شغل وعلى كثافه في المباريات، الى جانب النواحي النفسيه المهمه جدا طبعا، والضغط العصبي اللي بيبقى موجود في كل الماتشات. فالفتره دي بتبقى فتره اساسيه. احنا بقى لنا 3 سنين في النادي الاهلي ما بناخدهاش. حتى الفريق لما كان بياخد اسبوع ولا حاجه تلاقي اولادنا على طول في المنتخبات، سواء منتخب اولمبي او منتخب قومي. يعني بنبشر الناس ان احنا الحمد لله هنحاول اهو، او من خلال رابطه الانديه، ان هيبقى فيه من الموسم ده هيبقى فيه لعيبه واخدت فتره راحه، وخاصه القرار اللي النادي الاهلي اخده مجلس الاداره اخده بعد ما لقى انه الامور ماشيه في طريق خلاص. يعني تحصيل حاصل يعني؟ لا مش ما كانش تحصيل حاصل، لكن شاف ان بقى الموجه عاليه قوي، وان هناك يعني في حاجات كده بتحصل ما هياش طبيعيه، وانا مش هخسر كل حاجه. فانا يعني خلاص الدوري شكله رايح في اتجاه معين باساليب معينه، فانا لازم ادي لعيبتي الراحه، لان مش معقول هخسر الاثنين. حتى لو لعيبتي هتادي في الظروف اللي كانت موجوده مش هيحصل. وكنا بنشوف رئيس لجنه الحكام بيطلع الناس كلها بتقول على حاجه وهو بيتكلم في حاجه ثانيه خالص، ومعوقات في كل حاجه وجواب بيستخبى والحاجات دي. الموسم بحب في كابتن عادل ان هو ايه يقول كده او يدي الكلمه بس على الهادي. حلوه. الكلام ده نبض الشارع. لا صح، ده نبض الشارع، واحنا ناس بتقابلنا، واحنا اصلا جمهور طبعا. فاحنا الحاجه دي مستقيم اكيد في الاول في الاخر. يعني حضرتك تتخيلي دوله من خلال واحد، الدوله اللي دي اللي هي مصر بتمثلها، لما يخسر مصر والنادي الاهلي 5 مليون دولار، دي معناها ايه؟ ودي رساله برضو للسيد وزير الشباب والرئيس الاتحاد. هي العمليه لما اخسر انا 5 مليون دولار، انا لو البطوله الافريقيه انا خدتها كنت هحصل على المبلغ ده. مين اللي كان هيحصل عليها؟ مصر بتاع عمله صعبه داخله، وداخله من خلال النادي الاهلي، الى جانب طبعا ان هتبقى المره الثالثه. الموسم اللي جاي احنا اولادنا اخذوا اجازه بالزبط. تقريبا هتخش في شهر وشويه، وحتى الولاد اللي كانوا مصابين وراجعين برضه هياخدوا اجازه مش اقل من 25 يوم. المعسكر يبقى من يوم 17، وبعدين رابطه الانديه بتقولوا انه الدوري هيبقى هيخلص في يوليو. فمعنى كده انه خلاص هيبقى الدوري بتاعنا مرتبط بالانديه على مستوى العالم كله. هتيجي برضه في الفتره الاخرانيه بعد نهايه الموسم لعيبتنا هتاخد شهر الراحه الكامله. ما بتبقاش راحه كامله، بتبقى بيلعب اي حاجه تانية غير الكوره، يلعب سباحه، يلعب تنس، يعني بحيث ان هو الجهاز العصبي والعضلي يعني توصل لمرحله انك انت كل الاجهاد اللي عندك وكل الضغط العصبي اللي عندك كله بيبقى بتبدا من الصفر، الجسم كله بيبقى خلاص وصل لمرحله خلاص مرتاح جدا، بحيث ان هو يخش على مرحله فتره الاعداد، تبقى فتره قويه جدا بنسميها فترة بناء. زي ما بتبني حضرتك بتيجي تبني عمارة. أيوه. فبتحط الأساس. اللي بيحط أساس كويس بيفضل الموسم كله، لا هتلاقي بقى لا شد
ولا صليبي ولا غضروف ولا ولا ولا، لأنك أنت عملت البنية التحتية عندك عملتها بشكل جيد، وبالتالي الموسم كله بالنسبة لك بيبقى موسم قوي. وبرضه بنبشر الناس أن الموسم القادم، إحنا طبعا مش ما اشتركناش في كأس العالم للأسف يعني، فالموسم اللي جاي ما عندناش ارتباطات خالص تقريبا على مستوى المنتخب غير في مارس تصفيات أفريقيا. و افريقيا ممكن ده يكون لمصلحتنا يعني، مش شرط يبقى ده حاجه وحشه، احنا كنا محتاجين ان احنا بجد نهدى شويه. برافو يعني عليك والله. برافو عليك، محتاجين فعلا، لان دايما سياساتنا نهاوند غلط. يعني انا لما الاقي البطوله العربيه والاقي كل البلاد العربيه رايحه بالصف الثاني وبالاشبال، انا ليه اروح بالفريق الاول؟ ليه؟ صح. يعني انا رايح عشان اخد بطوله، طب انا ما خدتهاش، وبعدين رحت اجهدت لعيبتي، رحت داخل على افريقيا اجهدتهم زياده، وبعدين كاس عالم رحت الله انا هدفي كاس العالم، ايه اللي يوديني البطوله العربيه؟ طب انا اودي صف ثاني، اودي المحليين. الفتره دي اتخذت فيها شويه قرارات غريبه ونتج عنها نتائج عجيبه اغرب حقيقه، يعني تتماشى مع الفكر اللي ناس كتير شافوا ان هو ما هواش الامثل، ما هواش الاظبط، مش مناسب للوضع اللي احنا فيه. على كل الاحوال هنستاذنك بس نطلع فاصل ونرجع نكمل كلام. اتفضل. حديثنا لسه مستمر مع كابتن عادل تعيمه، وعندي سؤال بقى لو تسمح لي كده نجيب من الاخر بقى. كابتن عادل تعيمه دلوقتي هو المدير الفني للنادي الاهلي، تمام؟ هو بما ان المنصب ايه شاغر، المدير الفني للنادي الاهلي، كابتن عادل هيعمل ايه للفريق علشان اقول ان انا هبدا موسم تاني جديد ان شاء الله خلال شهر وموسم قوي، ايه القرارات اللي حضرتك هتتخذها؟ بما هنا تحديدا انا هقول النقاط كلعيبه، كجهاز فني، كجهاز معاون، كمثلا معسكرات او غيره، خليني اعرف منظومه او فكر كابتن عادل هيعمل ايه؟ ومن اعارات اللعيبه وغيره مش بس اللعيبه الموجوده. البدايه طبعا بشوف قوام اللعيبه واللعيبة الدوليين اللي عندي وأعمارهم إيه، المتوسط الأعمار بالنسبة للفرقة، والمراكز اللي هي محتاجة مني إعادة نظر، ويبقى عندي شرايط أو عندي سيديهات للعيبة بحيث أن أنا أبقى عارف اللعيبة دي في خلال السنتين ثلاثة كانوا بيأدوا إزاي، والفترة الأخرانية أدوا إزاي، وإيه المعوقات اللي كانت بتقابلهم. كويس. دي نمرة واحد. الأماكن اللي أنا محتاج فيها دعم أبقى عارف، عندي هجوم او دفاع، عندي أو عندي عايز راس حربه، عايز واحد على الطرف اليمين، عايز باك ليفت، عايز جول، يعني الحاجات قلب دفاع، خمس ست مراكز انا محتاج فيهم دعم. بحط واحد واثنين وثلاثه بحيث ان النادي وهو بيتعاقد بيبقى عارف البديل ايه، لان انا هتعاقد مع سي من الناس، سي من الناس ده ممكن زي ما بيحصل يعني بيبقى خلاص اتفقنا وبعدين النادي تبص تلاقيه رجع في كلامه. فالاماكن دي بتتوفر، وبعدين بنعمل فتره اعداد، وقبل ما اعمل فتره الاعداد انا كمدرب لازم عندي ثقافه اللاعب المصري. اللاعب المصري ليه مقومات معينه في التعامل معاه، مش معناه ان هو وحش او، لكن في اسلوب للتعامل معاه. نضرب مثال بجوزيه. جوزيه كان عنده ثقافة ازاي يتعامل مع اللاعب المصري او مع النجم المصري. مفاتيح التعامل مع اللاعب المصري عموما في رأي حضرتك؟ هو في بعض اللاعبين بتبص تلاقي ان انت حضرتك ممكن جدا عشان عاقبك ما خليكش تلعب اقصى عقاب، انما لو خصمت منك مش مشكلة. ده مش حاجة احترافية ابدا دي. في لعيب كده، وفي لعيب لو انا خصمت منه فلوس يلعب وحش يتجنن، مش مشكلة ان هو ما يلعبش. ازاي هو كسبان ازاي اتعامل معاه، وازاي هو خسران اتعامل معاه، ازاي اتعامل معاه وابقى بثق فيه ثقة كاملة انه حياته بره الملعب كاملة. التجمعات ان انا باستمرار عندي يوم مفتوح زي العالم كل ما بيعمل من الصبح لحد اخر النهار لحد بالليل، اللعيبة بيجوا الصبح قاعدين مع بعض معسكر مفتوح، الى جانب الشغل التخصصي. نهاوند ناقصها الكرات العرضيه، يبقى انا بشتغل كل يوم على الكرات العرضيه. الراجل المدافع بيطلع بيحطها في اي حته، لا يطلع يحطها للزميل.
عمليات اللعب تحت ضغط، كل الحاجات ديت بتبقى تدريبات تخصصيه علشان اللعيب لما بينزل في المباراه يبقى الحاجه دي بالنسبه له تحصيل حاصل. انا لما باخد كوره بمررها الكريم، لو انا ما اتمرنتش عليها كل يوم ممكن الجهاز العصبي بتاعي ما يبقاش فيه الحته الصحيان بتاعها باللغه العاميه يعني. فالى جانب طبعا من خلال اللعيبه اللي موجوده عندي مع التدعيمات بشوف انسب طريقه تلعبني تخليني ان انا العب بيها. ولازم عندي كمان مرونه في التعامل مع التكتيك اللي انا بلعب بيه. يبقى اللعيبه اللي عندي من خلال المباراه ممكن اول ربع ساعه بلعب بتكتيك معين، النص ساعه الاخرانيه بلعب بطريقه معينه، وما غيرش اسلوب النادي. اسلوب النادي، اسلوب النادي الاهلي بيلعب بطريقه هجوميه قويه جدا، ما عملش انا دفاعي بقى زي ما حصل قبل كده. لا 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 لا، دي مش كورتنا، دي مش كورتنا فعلا. انا بدافع كويس قوي وبهاجم كويس قوي. طب كابتن عادل، من الاخر هتغير بعض اللعيبه، هتمشي لعيبه، هتجيب من الاعاره لعيبه، هتعمل ايه بالظبط من غير اسامي؟ لا انا مش هقول اسامي، لكن احنا اللعيبه اللي كانت بتادي وعندها الروح القتاليه موجوده، لو تسالي اي طفل في الشارع هيقول لك. والناس اللي ما كانتش بتادي بروح قتاليه والحاجه اللي هي كانت مطلوبه منها ما كانتش بتعملها، لازم يبقى يا اما يقعد على الدكه يا اما اعاره. فلابد هتنهي التعاقد مع بعض اللعيبه الموجوده سواء محليه او حتى اللي هي جايه لنا على سبيل الاحتراف؟ بالنسبه للتعاقد مع اللعيبه اللي جايه، هتنهي تعاقد مع لعيبه موجوده؟ لا اجانب او معدنا؟ يعني شايف ان في لعيبه حاليا موجودين في النادي الاهلي ما تستحقش ان هي تكون موجوده في النادي، هتنهي التعاقد معاهم يعني؟ يعني ممكن في ناس ممكن تطلع اعاره، لانه على مدى ثلاث سنين الاداء اللي كان منتظر منهم ما كانش اللي الناس كانت متخيلاه. وبعدين في فترات كتيره الجمهور وهو بيتفرج غير المدير الفني ما بيتفرج. الجمهور بيبقى قاعد بيتفرج، الكوره راحت وجت، المدير الفني بيبقى بيتفرج بعين مختلفه. والمحترفين عندنا عندنا طبعا ديانج طبعا وعلي معلول، واعتقد عندك بيرستا وعندك ميكسيوني. ميكسيوني ماشي. لا كان يعني انا بتكلم ان جنرال. لا لا، ما هو ميكسيوني ماشي، وتاو برضو اعتقد لو جات له فرصه. لحد دلوقتي ما فيش حاجه خالص معلنه عن بيرستا، خلينا نقول ان هو ضمن المجموعه. وميكسيوني قبل ما يمشي كان برضو في كلام عليه. انا مش هزر. وحضرتك اتكلمت عليه معانا اصلا. انا مش ههزر، انا مش ههزر، انا عايز ثلاثه، عايز ثلاثه مع علي معلول ومع ديانج، عايز ثلاثة يبقوا في الملعب. هو ديانج بصراحة أكثر من رائع، أنا من الناس اللي شايفة لما ده بيكون فايق. لا لا حاجة يعني، هو على فكرة الإخفاقات بتاعته قليلة جدا، مش هو بيدي لك 8 من 10 على طول. بالظبط. حتى لو، وبعدين في بس في نقطة كريم غايبة عن الناس، لما يكون الفرقة 11 في 3 4 ما بيأدوش الواجب الدفاعي. أيوه. مين اللي بيتحمل؟ واحد بقى زي ديانج، واحد زي حمدي فتحي، واحد زي عمرو السوليه، الثلاثه اللي قدام ما بيقدوش واجب دفاعي خالص. طبعا. والنبع الناس عارفه يعني، يعني واحد على الطرف، واحد صانع لعب، واحد على الطرف الثاني. النقاط اللي حضرتك رديت بيها على سؤال نهواند، اللي هي لو حضرتك كنت المدير الفني للنادي الاهلي، حضرتك ذكرت نقاط منطقيه جدا تبدو كخارطه طريق بديهيه اي مدير فني ايا كانت الظروف والملابسات اللي هو جاي عليها المفروض يتبعها. بالظبط. لكن بيتهيألي في حاله سواريش كان في اعتبارات كتير خلته ما يقدرش يتبع النهج ده او التفكير الممنهج ده، يمكن عشان التوقيت اللي هو جه فيه ما كانش الامثل، يمكن عشان الوضع اللي جه عليه ما كانش هو الوضع الامثل للفريق، كان الفريق كان مهترئ الى حد كبير يعني، ما بين اصابات، ما بين غيابات، ما بين تصعيد، ما يعني. تعتقد ان ده الاسلوب اللي لازم اي مدير فني يمشي عليه طالما هو بصدد اداره فريق معين فنيا، ايا كانت الظروف وايا كان التوقيت وايا كانت الملابسات اللي هو جاي فيها، ولا ساعات برضو الظروف بتحكم؟ شوف انا احيانا بسمع يعني جمل كده بتبقى يعني ايه يعني فضفاضه شويه يعني، فانا بدافع عن سوريش. ازاي ادافع عنه وهو راجل هو جاي في ظروف صعبه؟ الظروف الصعبه دي في مدربين كتير مرت عليها، انا واحد منهم. فلما اخد انا بتولى تدريب فرقه قبل الدوري ما يبدا بمثلا 15 يوم وما فيش فرقه، وبعدين ربنا يكرمني ان انا اقدر اعمل واقف على حيلي واشتغل كويس، مش انا، انا وغيري. فدي موهبه،
هل الراجل اللي جه عمل بصمه في الفرقه من خلال 17 مباراه ما عملش حاجه خالص؟ مندي بعيد وبكرر محمد محمود، ودي برضو رساله بنقولها، محمد محمود الراجل ما كانش بيلعبه خالص، يعني يلعبه دقيقتين يروح جايب له جول، يلعبه خمس دقائق في الاخر يروح عامل ضرب جزاء، حتى ايام موسيماني برضو نزله برضو حاجه بسيطه. فما اعرفش الراجل ده، انا من وجهه نظري لو اخذ فرصته هيعمل فرق كبير، هيبقى احسن من بوبو، اقسم لك بالله هيبقى احسن من بوبو واحسن من قفشه. انا بقول اسماء اهو، وربنا كلنا يعني، انا دايما ولله الحمد دايما كنا لما بنقعد مثلا مع كابتن صالح ورايك ايه في الحاجه الفلانيه، نقول له الحاجه الفلانيه يا كابتن الحاجه دي 1 2 3. لما كابتن حسن حمدي وجي قال لنا ممكن نلعب بالفريق بتاعك، تقول الفرقه بتاعتي تكسب اي حد في مصر، وحصل. ما فيهاش، المدرب لازم عنده موهبه التدريب وعنده موهبه الاداره، ان ازاي يدير 30 لعيب طبعا خليهم يحبوا بعض، ده بديهي يعني، والا ما يتقالش عليه حتى مدرب. حاجه المحبوب. اخيره يا كريم، ان انا وانا بختار الاجانب انا عايز راس حربه، راس الحربه اللي انا بختاره ليه مواصفات معينه، المواصفات المعينه دي ممكن نبقى نقولها في وقت تاني، انا شايف ان يعني الوقت بتاعنا خلص للاسف، وقتنا يعني خلاص ان شاء الله نبقى نقولها في وقت تاني، بس ان شاء الله لقاءاتنا هي اللي مش هتنتهي، لازم تيجي تطورنا قريب ان شاء الله ونكمل كلام في اللي احنا فتحناه في حلقتنا النهارده. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معانا. شكرا كابتن عادل، ما تغيبش علينا، ده اخر مره كان من شهر، لا نتجدد لقائنا باذن الله قريب مع حضرتك مره ثانيه. بشكر حضراتكم انا وكريم اكيد على متابعتنا، نشوفكم في حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي، مع السلامه.